ايه الفيلم بتاعك، اخباره ايه؟ هل التارو اتمنع ولا خلاص الناس هتتفرج عليه؟ الفيلم هيتعرض وعمره ما كان ممنوع يا عمرو، يعني من اول ما عملنا الفيلم الرقابة اجازت النص واجازت الفيلم، السيناريو صورنا السيناريو اللي مكتوب بعد الرقابة ما وافقت عليه، والفيلم ما فيهوش اي حاجة من الكلام الفارغ اللي بيتقال ده خالص. امال المواقع اللي كتبت علاقة وجملة في الفيلم منعت الفيلم والفيلم مش هيتذاع، مش محدش هيشوفه؟ بص يا عمرو، انت راجل اعلامي وفاهم كويس قوي يعني ايه صحافة، مش كده؟ هل كل اللي شغالين في الصحافة صحفيين؟ طبعا كلهم صحفيين؟ كلهم لا طبعا، مش فاهمين كل مهنة اللي شغالين في الصحافة؟ الصحافة صحفيين، مش كل، لا مش كلهم، مش لا كده طبعا، برضو؟ لا طبعا، تمام. في لما دخلات يكلمني كتير زي اي شاب مهنة. لسه صغير عايز يعمل حوار واقول له حبيبي انا مش عايز اعمل حوارات معلش اعفيني، او مش عايز اطلع في البرنامج بتاعك اعفيني وبعتذر بكل ادب، سلاحه قلمه بيحاربني بيه لمجرد ان انا مش عايز اطلع في البرنامج او مش عايز اعمل حوار. للاسف دول دخلاء على مهنه الصحافه يا عمرو، ولما انا مثلا برفض ان انا اطلع في برنامج مش عايزه اتكلم، عايزه اركز في شغلي، عايزه اركز في تربيه عيالي، عايزه اركز في حياتي، بيعتبروه ان ده يعني تقليل منهم، وبالتالي عنده ألمه يقدر يحاربك في كل المواقع بقى اللي انت عارفها، وده غير السوشيال ميديا اللي بقت بمنتهى يعني ما فيش ضمير وما فيش أخلاق خالص في السوشيال ميديا دلوقتي. الفيلم ما فيهوش، الفيلم مجاز رقابيا في السيناريو وتصور، رفضت تعمل انترفيو او رفضت تعمل برنامج مع الاخ اللي بيطلع على الصحفي وكتب الخبر، فبيحارب رانيا. هقول لك ايه، لا رانيا مثيره للجدل ولا رانيا بتعمل حاجه، رانيا بتشتغل وبتربي ولادها وفي حالها، لكن هم مركزين مع رانيا لان رانيا بتطلع ترند، فهو عايز المقال بتاعه يتقري وعايز الموقع بتاعه يتشاف، فاحشر اسم رانيا في اي مصيبه عشان يسمع ويتشهر على قفا رانيا، فهي دي المشكله. يا رانيا في 10 مواقع على الأقل بتتكلم على مشهد الكلب يا بنتي، إيه مشهد يا الكلب حبيبي ده؟ يا حبيبي يا حبيبي يا عمرو، هو عيب إن إحنا يبقى في حيوانات في الفيلم؟ ما لسه في فيلم رايح مهرجان فينيسيا بالكلب، إشمعنى ما اتكلموش عليه؟ والفيلم ده فيه كلب وقطة وبغبغان، إشمعنى سابوا القطة والبغبغان ومسكوا في الكلب يا عمرو؟ هقول لك ايه بس يعني سابوا البغبغان القطه كمان. وسابوا البغبغان ومسكوا في الكلب عشان انا اللي ماسكه الكلب في الفيلم، يعني الكلب ده بتاعي انا في الفيلم، سميه ليها قطه ومي ليها البغبغان، فعشان يمسكوا في الترند هي رانيا.